برلمان يعني ممثلين الشعب، لكن هذا التحزب والتخندق للأحزاب ما نحط المصلحة الوطنية العليا كخط أحمر ما نتجاوزها، لا، من أجل أحقق مكاسب لحزبي أسقط رئيس الوزراء، أسقط مدري منه الوزير الفلاني. هذه مو، هذا غلط، هذا خروج على كل القيم، على الديمقراطية وعلى كل شيء. ويعني النائب إلى حق يناقش، إلى حق يدافع، لكن ما الآن أسقط فلان حتى لا يبين لا يبرز، هذه يعني ده نطلع من الأخلاق، آسف أن أقول هذا الكلام، ده نطلع من أخلاق المؤسساتية والدولة. فالدولة المفروض أنه الوطن وسقف المصالح الوطنية هي فوق كل شيء، وخط أحمر ما يصير نتجاوزه. نختلف سياسيا فكريا في سياساتنا المالية، في سياساتنا الاقتصادية، لكن أن نستهدف بعضنا بعض هذا الغلط. نعم هناك تعدد قومي وديني ومذهبي ومدري إيش بالبرلمان، لكن هذا لا، احنا كنا عراقيين شركاء في الوطن، يعني هذا ما يمنع، ما يمنع أنه نتفق على أمور، لكنه مسألة التصويت كما قلت نهاية الدورات البرلمانية دائما تكون تنور حامي.